بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة اللحي دائما وابدا نستعين متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء عبر القنوات السعودية الرياضية. اسعد الله مساءكم وجميع اوقاتكم بكل خير، احييكم باجمل تحية، تحية الاسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان الطائف ضمن هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. متابعين الكرام مشاهدين الأعزاء، انطلاقة رابع أشواطنا في مساء هذا اليوم الخاص بالقحطان الثنايا، المسافة ألا وهي 6 كيلومترات الحاضرة في هذا الشوط. هكذا الشعارات انطلقت والأسماء اندفعت من أجل البحث عن نوماس والنقطة الثمينة في هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوب الجميع. مقدمة الشوط المركز الأول حضر مشكور وحضر راشد بن حمد بن محمد الغفراني، المري يتقدم في هذه اللحظات مع انطلاقة مشكور. مشكور يحتل المركز الأول بينما المركز الثاني القدوم والحضور من مذهل وحضر فهد بن راشد بن علي السلحان. المري يتقدم مع انطلاقة مذهل من يحتل المركز الثاني القادم من دولة قطر الشقيق وبالتحديد من ميدان الشحانية، بينما المركز الثالث الحضور مرحبا يا بن زهرة وصل في هذه اللحظات، وصل النايف وخليفة بن محمد بن زاهر الخيلي القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة. نرحب بجميع الضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي. شعار بن زاهر يحتل المركز الثالث، المركز الرابع أرى شعارك يا الصحاق يحتل المركز الرابع مع انطلاقته واندفاعته في هذا اللحظات. بيضان 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 وحضر علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق يتقدم، شعار الصعاق المركز الخامس. وصل شعارك يا ابو فارس القادم في هذه اللحظات والحاضر مع جراح وعاشق سلالة الحذاف. حضر فارس بن دخيل الله الوعيلي القرشية يتقدم بوهيف، يتقدم بوهيف على المستوى المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة. نداؤنا الأول أتممناه على مسامعكم وما خلف الخمس. يا له من شعارات كبيرة وأسماء خطيرة يا مالكي في هذه اللحظات، يا مالك مذهل مذهل. وشعار السلحان مع مقدمة الشوط وحضر فهد بن راشد بن علي السلحان المري يتقدم. بن سلحان يتقدم إلى النوماس والانتصار، من يبحث عن النقطة الثمينة في هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي
الغالي على قلوب الجميع، مهرجان سمو سيدي ولي العهد الأمين، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. ولا زال بن سلعان، ولا زال بن سلعان مع انطلاقة مذهل مذهل يا بن سلعان. فهد بن راشد بن علي السلعان المري يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم في هذه اللحظات، ولكن أرى شعار الصعاق يتقدم، شعارك يا الصعاق يتقدم مع انطلاقة واندفاعة بيضان علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق يحتل المركز الثاني، المركز الثالث. وصل وحضر شعار هجن التوافيك، حضر مع عز الجيش سفر بن عقاب بن مساعد زيد الشريف يحتل المركز الثالث، يتقدم بعقاب يتقدم بينما المركز الرابع وصل ابو خالد، وصل ابو خالد، وصل في هذه اللحظات لكي يقدم لنا الشبل 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 الشبل. وحضر شعارك يا الحربية عبد العزيز بن معلا بن عليان السهلي يتقدم تم انطلاقة الشبل بقيادة أحد الخبراء في عملية التضمير بو تركي نايف بن صلاح الحربي في المتابعة في المراقبة. بينما المركز الخامس القدوم والحضور، مرحبا يا أبو محمد، وصل في هذه اللحظات وحضر مع انطلاقة رعد رعد رعد، وحضر شعارك يا بن كيدان جزا بن هلال العصيمي يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم على المستوى المركز الخامس. ولكن العودة يا العودة إلى شعار بيضان من غير وانطلق إلى المركز الأول، وشعارك يا الصعاق، شعار الصعاق القادم من دولة قطر الشقيقة. نرحب بالجميع الضيوف من أتوا من أجل المشاركة، ولكن بن سلعان، ولكن بن سلعان، بن سلعان يتقدم في هذه اللحظات مع مذهل مذهل مذهل. فهد بن راشد بن علي السلعان المري من يحتل المركز الثاني، من تجاوز إلى المركز الأول. بينما المركز الثالث القدوم من شعار سفر بن حقاب بن مساعد زيد الشريف لكي يقدم لنا عز الجيش، عز الجيش. ولكن بن محل بو خالد، بو خالد هو القادم، هو الحاضر مع الشبل وشعار عبد العزيز بن محل بن عليان السهلي. ولكن وصل، وصل بن بشيطان، وصل سليم بن مسعود الجني. مرحبا يا ابو بدر، مرحبا يا ابو بدر، ودقت اجراس الكيلو مثل خير الجني. ولكن العوده الى شعار بن سلعان مع مذهل 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 مذهل. فهد بن راشد بن علي السلعان العال المري يتقدم، يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم مع مذهل. ولكن بعقاب، بعقاب مع عز الجيش شيحه صفر بن عقاب بن مساعد زيد الشريف يتقدم، وتحرك الشبل، تحرك شعار ابو خالد. ولكن العوده وين؟ العوده الى مذهل. اب 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 وصلوا ابناء الطايف يا بن سلعان، يا بن سلعان. وصل ابو عقاب، وصل ابو عقاب، ما منك يا مان يا الشريف.
الضيف يا شريف يا سلام، الضيف والمضيف في حوار ثنائي يا سلام، من أجل النوماس ولكن درب 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 درب. الشريف الشريف عز الجيش عز الجيش، وهذا شعار بحقاب شعاري هجن التوافيق. سلام يا بحقاب سلام، السلام إلى مدينة إلى الحسينية، السلام إلى الحسينية إلى الحسينية. بحقاب بحقاب، واسعد الله مساك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل. سلام يا بحقاب سلام، مع عز الجيش وحضر صغر بن عقاب بن مساعد زيد الشريف ومشكور. يا زيد يا بن باز الشريف مشكور باسم الجمهور. بينما المركز الثاني شعاري مذهل وفهد بن راشد بن علي السلعان المري من احتل المركز الثاني. المركز الثالث حضر شعار الفايز سليم بن مسعود الفايدي الجني، والنوماس لك يا فارس يا بن سليم من تابع الفايز في عملية التضمير. المركز الرابع أرى شعار علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق مع بيضان. والمركز الخامس شعار عقاب أو بندر بدر بن بندر بن محمد العتيبي مع أشقر. والتهاني والنماس لك يا عقاب يا بن محمد يا العتيبي. متابعين الكرام مشاهدي العزاء، شوط مثير، وكان من نصيبي عز الجيش سفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف 10 دقائق 5 ثواني 63 جزء من الثانية. هكذا توقيتي عز الجيش. المركز الثاني مذهل فهد بن راشد بن علي السلعان المري 10 دقائق 6 ثواني و95 جزء من الثانية. والمركز الثالث حضر الفايز سليم بن مسعود بن شيطان الفايدي من احتل المركز الثالث 10 دقائق 19 ثانية و11 جزء من الثانية. والمركز الرابع بيضان علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق. وخامسا شعار الشبل بندر أو عبد العزيز بن معلّة بن عليان السهلي من احتل المركز الخامس. متابعي الكرام مشاهدي العزاء، هكذا كانت نتيجتنا شوطنا السابق، وكان من نصيب عز الجيش الحامل لرقم 1 ومنتزعا للمركز الأول شعاري هجن التوفيق شعار سفر بن عقاب بن مساعد زيد الشريف، منتزع النوماس هذا الشوط. تهانينا والنوماس لك يا أبو عقاب على هذا الفوز والانتصار. متابعينا الكرام مشاهدي العزاء، خامس شواطنا في مساء هذا اليوم للكار الثنايا والزميل المعلق المبدع دائما وأبدا فيصل بن شاكر الشريف، واصفا ومعلقا لشوط القادم، وأنا أتمنى له التوفيق.